كانت ليبيا كغيرها من دول المنطقة العربية على موعد فجر الاثنين لتتبع الخسوف الكلي للقمر، هو الأول من نوعه خلال العام الحالي 2019. في منطقة ليبيا شوهد هذا الخسوف بما يسمى بالخسوف خسوف الأفق، حيث توافق مشاهدة شروق الشمس مع القمر المخسوف. يأتي خسوف القمر ضمن أحداث فلكية متوقعة هذا العام تصل إلى 5 ظواهر، ويمكن الاستفادة منها كضوابط للتقويم الهجري والتأكد من بداية ونهاية الأشهر القمرية. بالنسبة لسنة 2019، قبل أسبوعين كان هناك كسوف كلي للشمس، إضافة إلى ستكون هناك حادثتان لخسوف وكسوف في شهر يوليو القادم إن شاء الله. تميز الخسوف الذي استمر على مدى 5 ساعات بأنه تزامن مع وقوع القمر في أقرب مسافة إلى الأرض فيما يطلق عليه البدر العملاق، حيث برز حجم قطره الظاهري وإضاءته أكبر من معظم أقمار البدر الأخرى،